دكتور، أيضا من الأمور الرائجة عبر منصات التواصل الاجتماعي قضية الدكتور ذاكر، دكتور ذاكر نائيك، هذا العالم الهندي، والأخبار المثارة بشأنه الآن التي تتردد عن اعتقاله وتتحدث عن منعه من الحديث لوسائل الإعلام والصحف أيضا. رأيكم دكتور أو تقييمكم لهذه القضية الآن؟ أولا عشان الجمهور يعرف من هو الدكتور ذاكر بإيجاز غير مخل، هو رجل عالم شرعي بمعنى الكلمة، متقن لكتاب الله جل وعلا، يحفظ الصحاح وبعض السنن وبعض المسانيد، مناظر قوي قوي الحجة، آتاه الله جل وعلا فقه الدين مع فقه الواقع، آتاه فقه الدين مع فقه الواقع، ولذلك هو مناظر لا يقهر، مناظر لا يقهر. دخل بسببه في الإسلام الآلاف، دخل بسببه في الإسلام الآلاف، ولذلك صنفه أعداء الإسلام والمسلمين بأنه من الخطرين، من الخطرين، لأن المخطط العلني الإسلاموفوبيا إلى آخره هو شيطنة الإسلام وشيطنة المسلمين وإلصاق الإرهاب بالإسلام. فما يجي واحد زي ده يناظر أي واحد من الملل الأخرى ويقهره ويبين فضل الإسلام ورحمة الإسلام وعظمة الإسلام، ده خلاص ده بيهد مع احترامي مخططات دفع عليها المليارات. نعم. الأمر الثاني هو يتحرك في أمريكا، يتحرك في ماليزيا، يتحرك في كيت، ولذلك حركته واسعة جدا. فلما ذاع صيته في الآفاق أنا خلاص تعالى بقى نقول أنه ازدرى يعني المعتقد الهندوسي. نعم. خدت بال حضرتك إزاي؟ وطلبوا بإعدامه. القضية مش طلبوا فقط يا أستاذ محمد بمنعه من الدعوة، لا، طلبوا بإعدامه. وأنا بسأل سؤال واحد، هو الرجل لم يصل لمرتبة على الإطلاق الازدراء بالنسبة لهؤلاء، وبعدين هؤلاء ليسوا أصحاب ديانة سماوية على الإطلاق. العالم كلته مجمع على أن رسالات السماوية ماذا عن أفعاله وماذا عن قتله مثلاً التنكيد الذي يحدثونه بحق المسلمين. تعال يا أستاذ محمد، أنا عايز أقول حاجة، ما دمت تهتم جدا بازدراء معتقدات الآخرين حتى من غير الرسالات السماوية، طب أين الدين الإسلامي من ذلك؟ لماذا حينما يزدرى الدين الإسلامي على مدار 24 ساعة في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام، في البلاد التي تدعي أنها المعلمة للإسلام على ظهر الكوكب الأرضي، بالليل والنهار في كافة وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة على مدار 24 ساعة، من جلدة أعداء الأمة ومن جلدة أبناء الإسلام الذين قبلوا أن يكونوا طابورا خامسا مجندا على الإسلام. يا رجل أنا أقول لك الحال، اللي قاعد يقول لك كل شوية دي الصحابة كانوا بيدخلوا البلدان عشان النسوان، اللي قاعد يطعن في القرآن 24 ساعة، اللي قاعد يشكك في النبي محمد صلى الله عليه وسلم 24 ساعة، اللي قاعد يتكلم مع احترامي على أصحاب النبي بأبشع ما يكون، اللي ما تركش حتى القرآن وقعد يسخر من الآيات القرآنية وجبناه كده ورناه قدام الناس مع احترامي يعني. طيب اللي ساخر من الصحاب، اللي قال أن أبا بكر كان داعشي، اللي اتهم الصحابة بأنهم دواعش، اللي قال الصحابة يجب عليهم يعتذروا أو أن احنا نعتذر نيابة عن صحابة للأمم بسبب الدماء، إلى آخر هذه الأمور، لو عددت ما انتهيت، لو عددت ما انتهيت. 24 ساعة، 24 ساعة مش في السر ولا حتى في مناظرات زي بتاع الدكتور ذاكر، لا، ده في أكبر أكبر منصات تواصل وفي أكبر القنوات. ومع احترامي أنا بقولك أهو، على مدار 24 ساعة اذكر واحدا من هؤلاء اللي بحربوا الإسلام، اللي سخروا من الأئمة الأربعة وقالوا ده محتاجين يتقطعوا، اللي سخروا مع احترامي من القرآن اللي بقولك أبو لهب إيه في القرن مش عارف 21، اذكر لي واحدا من هؤلاء عوقب بتهمة ازدراء الدين الإسلامي. لا يمكن على الإطلاق. نعم. لكن المطلوب إيه في المخطط؟ حصر الإسلام وحصر أهله. الزوج بنشط وقف، التاني نشط وقف، ليه؟ لعشان المخطط بتاعنا ما يبقاش قدامه عوائق. فده داخل ضمن المخطط الدولي، الدولي لشيطنة الإسلام، ظنا منهم أن الإسلام سينتهي على أيديهم. خدت بال حضرتك إزاي؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولذلك أنا بقول لهم القضية مش الدكتور ذاكر، لا، الإسلام ولاد، الأمة الإسلامية ولادة، هيجي آلاف آلاف
وبعدين باذن الله جل وعلا سينتصر هذا الدين وستعلو الرايه رغم انف الحاقدين. اذا من وجهه نظر الدكتور ان الدكتور ذاكر يهدم مخططات غربيه دفع فيها المليارات، ومن اجل هذا يلصقون به تهم الارهاب، وهذا ياتي ضمن مخططات دوليه. بدليل مكاتب الاسلاموفوبيا في الاتحاد الاوروبي وفي امريكا بيدفع لها من دول ومن اشخاص مليارات عشان شيطنه الاسلام ومساعده ابناء المسلمين اللي انحرفوا وبيحاربوا في الدين بكل ما اوتوا.